أهل البيت صلوات الله عليهم الذين تربطنا بهم هذه الأنواع الثلاثة من أنواع العلاقة: علاقة الشيء بعلته الغائية، علاقة العبد بالمولى، علاقة المحكوم بالحاكم. أهل البيت يجب أن يكون لهم حضور في حياتنا. الحضور إلى درجات، أحياناً يكون لأهل البيت درجة واحدة من الحضور، أحياناً يكون لأهل البيت صلوات الله عليهم درجتان من الحضور، أحياناً يكون لهم من الحضور ثلاث درجات. أن يكون لهم حضور في حياتنا، في عوائلنا، في أولادنا. أحد الخطباء كان يقول كلام، كان يقول قبل 20 عام عندما كنا نأتي إلى المجالس نقرأ قراية نشوف أطفال كثرة أكو في المجلس الحسيني، كل واحد يجي يجيب ابنه إلى مجلس الإمام الحسين، يجيب ابنه إلى مجلس فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. الآن وين هم ذول الأولاد؟ وين هم ذول البنات الصغار؟ هو كان يقول تعلمون أنهم وين؟ خلف شاشات التلفزيون. ذاك الجيل الأول وين هم؟ هؤلاء اللي ترونهم في المجالس، هؤلاء المتدينين، هؤلاء المتقين، هؤلاء الشباب الصالحين. تربية تلك المجالس، مجالس أهل البيت، هؤلاء في يوم من الأيام كانوا صغارا ولكنهم الآن أصبحوا كبار قوم آخرين. لكن وين هذا الجيل؟ جيل التلفزيون وجيل الكمبيوتر وجيل كذا وكذا وجيل الخدامات. واحد يكل تربية ابنه وبنته، يكل حياة الابن والبنت الأبدية لخدامه لا تعرف أي طرفيها أطول. هذا حقيقة هذا توجه من الآباء، هذا توجه من الأمهات. من هي هذه الخدامة وما هي عقيدتها اللي تكون علاقة الطفلة بهذه الخدامة أكثر من علاقتها بأمها وأبيها؟ هكذا الإنسان يهمل في قضية العقيدة، وكل الأبناء مسمرين خلف التلفزيون والأدوات الأخرى. هذه خيانة بحق هؤلاء الأولاد. هؤلاء الأولاد غدا يأخذون أمام آبائهم وأمهاتهم يوم القيامة: هؤلاء الذين أضلونا، هؤلاء الذين ما وجهونا. الإنسان يجب أن يكون هنالك حضور، أخذ إلى المجالس حتى يعرف من هم مواليه، يألف هذه الأجواء، لا يعيش في أجواء ثانية. أحد الخطباء الكبار كان ينقل يقول أنا عندما كنت طفل صغير عمري لعله 4 سنوات كانت له أم. هذه الأم كانت مشبعة بالولاء لأهل البيت صلوات الله عليهم، كانت تأخذ هذا الطفل وتقلب له الجاون. الجاون شيء يشبه الهاون، يدق فيه الحنطة مثلا أو الشعير أو ما أشبه، وتجلس هذا الطفل على هذا الجاون وتقول له اقرأ. يقول أنا كنت أقعد وكنت أقرأ، ما أحفظ من الخطباء مثلا الكلمات، أقرأ شعر، أقرأ مرثية لأهل البيت صلوات الله عليهم. تغذيه هذا الحب وتغذيه هذا المنهج. في أيام شهر رمضان كان عندهم تنور فوق السطح، كانت عند أذان المغرب توقفني على التنور، عندما يأذن تقول لي يا فلان أذن، فكنت أرفع صوتي وأنا طفل صغير بالأذان، والجيران بعضهم كانوا يفطرون على أذاني. في يوم من الأيام أبو هذا الرجل يأخذه يأتي به إلى أحد العلماء ويقول له
أريد منك أن يكون هذا الرجل خادما لأهل البيت، ليكن هنالك أطباء، الأطباء مفخر للبلد، ليكن هنالك مهندسون، المهندسون مفخر للبلد، ولكن ليكن أيضا خدم لأهل البيت كما يكون ذاك، فليكن هذا. ليش ما يكون من أبنائنا هكذا؟ يقول في هذه الأثناء جاء الخطيب خادم أهل البيت، وكفاه فخرا أن نقول إنه خادم أهل البيت، الشيخ عبد الزهراء الكعبي، لاحظ المصادفة. يقول فذلك العالم أعطاني بيد الشيخ عبد الزهراء الكعبي وقال رب هذا. يقول أبوي التفت إلى شيخ عبد الزهراء، قال له شيخ عبد الزهراء أريد هذا يكون مثلك، كما تخدم الحسين أريد هذا أيضا يكون خادم للحسين. وفعلا بنفس ذلك الأب وبهمة هذه الأم وبجهود الشيخ الكعبي، هذا الطفل في ذلك اليوم تحول إلى علم من أعلام العالم الشيعي. الآن خطيب ينير بكلماته بخطاباته العالم الشيعي. شوفوا هذا توجه، ذاك التوجه أنه تأخذ هذا الطفل وتقعد على الجاون وتقول له أخطب لأهل البيت. إذا يكون عندنا هذا التوجه واحد يتكلم. المهم ينبغي أن يكون لأهل البيت حضورا في حياتنا، هؤلاء الذين تربطنا بهم علاقة العبد بالمولى، والذين لهم علينا حق الحياة الأبدية، أقل ما نقدمه لهم أنه نربي أولادنا، نربي بناتنا، نهتم بهذه القضايا، نقيم المجالس، نكثر الحضور في هذه المجالس. جزى الله بعض الإخوة خيرا، لأول مرة في هذا العام بدأوا بمجالس، هذه المجالس إن شاء الله تمتد في أعقابهم وذريتهم إلى ظهور الإمام الحجة صلوات الله عليه، وحبذا أن بقية المؤمنين أيضا يهتمون بذلك. واحد ما يقدر يذهب إلى هذه المجالس.